وإلى فدوى روحانا، وهي سيدة فلسطينية بالأصل من عسفيا، لكنها كانت تعيش في دول الاغتراب سنوات طويلة حتى قررت تعود إلى القدس وتستقر هناك لتوثق لحظات من حياتنا ومعاني أيضا جميلة من حياتنا بصورة إبداعية جدا ومن خلال عدسة الكاميرا. نتابع. الشارع طبعا مهم جدا، هذا اللي بتحكي عنه اللي بتسمى في التصوير اللحظة الحاسمة، كيف تلقط اللحظة الحاسمة اللي بصير فيها تزامن بين مركبات أو بين أحداث معينة في الصورة، والمصور مرات بيكون عنده حظ هيك إنه تيجي قدامه لحظة حاسمة، وممكن يأخذ له وقت كتير إنه يتأمل تتيجي هاي اللحظة الحاسمة قدامه ويلقطها في لحظة معينة. ولكن في صور القدس بالذات يعني بغض النظر عن اللحظة الحاسمة، صور القدس كلها مع بعضها بعتبرها قصة. بتحكي قصة ناس اللي عم بيشوفوا واقعهم عم بتغير يوم يوم، بتبدل يوم يوم قدامهم، وهذا الإشي كثير بنعكس على ملامحهم وكلها مع بعض في نسيج واحد. هاي كل هالصور، يعني انت اذا شفت صورة واحدة منها يمكن يعني تصير فيك احساس عاطفي، ولكن لما بتشوفها كلها مع بعضها بتفهم القصة كلها، القصة الكاملة. الاحتلال عم ببدل هاي الملامح يوم يوم بشكل كثير سريع، وهذا هذا اللي انا بحاول اظهره في مجموعه الصور تبعت القدس. في 2019 اخذت جائزه من اندي اووردز، هاي جائزه عالميه في التصوير، في ما يسمى الفاين ارت كونسبتشوال فوتوغرافي اللي هي التصوير المفاهيمي، وكانت كمان عن مجموعه صور اللي هي اخذتها كلها في القدس او في بيت لحم. الحجاج اللي جايين من كل العالم ويعني حاملين حمل كبير من المعاناه والالم وجايين مفكرين انه هن رايحين يلاقوا التحرر من هذا الالم، افواج حامله معاناتها، ومفكره انه في هذا المكان اللي هو كله معاناه ومكان ممزق من الصراع يعني جاي تخلص من معاناتها في هذا المكان بالذات، ففي تناقض كبير. أقول لك أنا كثير بحب أصور يعني، وعندي صور من بريت البلاد، بس لما تحولت الكاميرا لوسيلة بالنسبة إلي إنه أعيد علاقتي مع البلاد، اهتمامي في الصورة في التصوير خارج البلاد يعني قل تماما. يعني انا مهتمه اكثر او مهمومه في تصوير المكان تبعي، المكان الخاص في اللي هو البلاد.